السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله. أما بعد، افهمني يا أبي، عندي رسائل مهمة موجهة من ولد إلى أبيه. الولد هذا الذي ما استطاع أن يعبر عن مشاعره، الولد الذي ما استطاع الأب أن يفهم مشاعره. شنو يبي منا ولدنا؟ شنو تبي منا بنتنا؟ إن شاء الله أنا راح أبين لكم شنو هذه الرسائل على لسان أولادنا. افهمني يا أبي، وقبل هذا لازم نعرف أن الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى الكثير، يمكن آلاف الناس الذين أنفقوا الأموال الطائلة للحصول على ولد واحد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذه نعمة احمد الله سبحانه وتعالى عليها ليل نهار. الأمر الثاني، أنت كأب المسؤول الأول عن تربية أولادك. لا تقول والله المدرسة، الشارع، الأهل، أنت المسؤول الأول. ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الأب راع وهو مسؤول عن أهل بيته. إذا صار في خلل في ولدك، شوف نفسك، هل أنت أديت وظيفتك على أتم ما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ أيضا ماذا يقول لنا أولادنا؟ افهمني يا أبي، كيف؟ اقرأ، احضر محاضرات، اتعلم. ترى التربية علم، ما يأتي عن طريق والله قاعدة ربح في الديوانية. لا، لابد أنك تشتري كتب، تحضر المحاضرات، تستمع إلى الندوات. فهذا علم عظيم ومهم جدا في إنشاء الأولاد كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. أيضا افهمني يا أبي، طول بالك علي يا يبه. ترى التربية ما راح تصير بيوم ولا يومين، راح تأخذ يمكن سنوات طويلة، سنة وسنتين وعشر وعشرين سنة وانت تربي في ولدك. فالتربية عملية مستمرة، التربية عملية شاقة. انا اقول شاقة يا يبا، ترى راح تتعب اذا تبي تربيني، بس ترى الثمرة كبيرة. شلون يعني ثمرة كبيرة؟ راح تشوف النتيجة عقب عشرين سنة، ثلاثين سنة. مو بس كذي يا يبا، راح تشوف النتيجة حتى بعد وفاتك، بعد عمر طويل يا يبا. ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. يعني يا يبا، حسناتك راح تلحقك حتى في القبر إذا أحسنت تربيتي. افهمني يا أبتي، افهمني يا يبا، ترى في أشياء وايد أنا أحتاجها منك، لازم أنت تفهمني عشان توصل لي بطريقة صحيحة، ولازم تتشارك أنت وأمي في هذه الأشياء. راح نوضحها إن شاء الله في حلقات جاية. خلوكم ويانا، السلام عليكم ورحمة الله.